عبر سكايب من القاهرة معي مراسل الأخبار الآن رمضان المطعني. رمضان، هل من جديد ممكن أن نعرفه فيما يتعلق بالضحايا الجرحى؟ عدد إصاباتهم خطيرة كما ورد على وسائل الإعلام، والأجواء بالشارع المصري كيف هي؟ نعم، يعني كنا منذ قليل في معهد ناصر هنا بالقاهرة الذي يستقبل العديد من الجرحى. الحادث الإرهابي الذي حدث في جنوب القاهرة في محافظة المنيا، يعني العديد من الجرحى تم استقبالهم حتى هذه اللحظات. وصلت حوالي 9 أو 10 حالات إلى معهد ناصر، يعني كون الإصابات خطيرة وتحتاج إلى مشفى مجهز بالعديد من غرف العمليات وعلى أعلى مستوى. أيضا يعني أمام معهد ناصر يعني تجمهر العديد من ذوي يعني الجرحى أمام المستشفى، يعني هناك حالة من الغضب لما يحدث من الحادث الإرهابية، نظرا لكون يعني لم يفت حوالي 40 يوما على حادث كنيستي طنطا والإسكندرية. هناك شعور بالغضب وهناك احتكاكات يعني بين قوات الشرطه التي تؤمن يعني المستشفى وذوي الجرحى، ايضا يعني حاله من يعني ما زادت الغضب بين يعني سواء لماذا مسلمين او اقباط، ويعني لديك هي اشتباكات قلت يعني بين لا يعني بين الشرطة وعائلات الجرحى؟ لا لم ترقى إلى درجة الاشتباكات، لكن هناك احتكاكات. الشرطة تمنع يعني دخول ذوي الجرحى إلى المشفى، يعني نظرا لمحاولة السيطرة يعني على يعني الحالة والانتظام داخل المشفى، ولكن هناك يعني يدفعون بعضهم بعضا. هناك قوات أمن مركزي يعني تصطف أمام البوابة الرئيسية وقسم الطوارئ لمنع الدخول، حتى يعني يتمكن يعني الأطباء من يعني إسعاف الجرحى نظرا لحالة الغضب والهياج التي تنتاب يعني ذوي الجرحى امام المستشفى في محاوله لوضع نقاط نظام ليس اكثر من هذا. الشارع المصري ايضا يعني حاله من الغضب كون اليوم هو يعني رؤيه هلال استطلاع شهر رمضان المبارك، يعني كون كل مؤسسه مدنيه يكون هناك استهداف للاقباط والمصريين بشكل عام. يعني هناك ايضا على سبيل التنديد بالعملية الإرهابية جاءت من العديد من الدول العربية والكثير من المؤسسات الحقوقية صحيح. والدولية، وعلى رأس تلك يعني الجامعة العربية والعديد من الدول الغربية. صحيح، سنتطرق نحن الآن مع كل هذه الإدانات العربية والدولية. شكرا من القاهرة مراسل أخبار الآن رمضان المطعني، وقفنا معك على آخر تفاصيل هذه الجريمة.